بكره هيبقى يوم تقيل عليك، نيابه وتحقيقات وقرف. فارق معاك قوي يومي هيبقى عامل ازاي؟ اكيد طبعا. انا اسف يا هايدي. على ايه؟ على الوضع اللي انت فيه دلوقتي، بس صدقيني انا مش مسؤول عن الوضع ده ولا حتى انت. احنا الاثنين كنا مضطرين لكده. انت معذور يا علاء، لانك ما حبيتنيش كفايه عشان تصدق اني مظلومه وتقف جنبي لحد ما اثبت براءتي. كل اللي كان همك انك تطبق عليا القانون. يا هايدي انا حسبت الموضوع من كل الزوايا، وخسرت صاحبي ترقيه عشان ما يقبضش عليكي وانت هربانه ويسيبك تسلمي نفسك. دلوقتي الوضع سهل، انك ممكن تخرجي بكفاله. كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابه. صدقني ما بقتش تفرق. لما كل الناس اللي بثق فيهم بيخونوني يبقى خلاص بره زي جوه. يا هايدي ما تحملنيش فوق طاقتي. انا واثق في براءتك مليون الميه، بس واثق برضو ان البراءه دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس. هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي. مروان هتعمل ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حكاية السفر. سفر ايه؟ ايه يا حبيب؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر بره اليونان؟ اه بس لا انا قلت اجله شوية. طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجة. مفيش ايه؟ وانا مش عارفك. في ايه؟ اصلي بصراحة كنت عاوزة اقولك على حاجة بس خايفة منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة دلوقتي. خلاص. الله انت اتجننتي ولا ايه؟ بقولك في ايه؟ خلاصي يا حبيبي. خلاص ساعة ما احس نفسي ان انا مش خايفة منك هقولك. خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش اريح. ما هو قولك فيما ورد بتحريات المباحث من استيلائك بالمشاركة مع زوجك المدعو مروان أبو عرب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المال العام؟ أنا ما استولتش على حاجة، ولو تبعت وخدت سير الفلوس بعد ما مضينا ورق البنك هتلاقوا أن طليقي مروان أبو عرب اشترى سندات وصكوك باسمه بقيمة المبلغ ده، وقدر عن طريق السندات دي انه يهرب كل الفلوس بره البلد. المحامي بتاعي نادر عالم الدين قدم ورق بالكلام ده. يعني أنا زي البنك وقعت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. لكن حضرتك موقعة على أوراق البنك مع المدعو مروان أبو عرب بالمسؤولية المشتركة عن رد قيمة الضمان، وده طبعاً بغض النظر عن طريقة التصرف في الأموال. ما أنا قلت لك إن أنا كنت ضحية عملية نصب من مروان أبو عرب. ما قولك في اتهام المباحث لك بالهرب وعدم الامتثال للعدالة وفقاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقك من النيابة؟ حضرتك أنا عديت بظروف نفسية صعبة بسبب الطلاق وبسبب عملية النصب اللي أنا تعرضت لها، فما كنتش قادرة أتابع الإجراءات القانونية، ولما تابعت وعرفت أن لازم أسلم نفسي جيت وسلمت نفسي بكامل إرادتي. هل ترغبين في امتداد محامي للدفاع عنك في القضية؟ أنا قلت لحضرتك أنا عندي محامي دكتور نادر عالم الدين، بس هو دلوقتي في مهمة برا مصر وهيرجع قريب إن شاء الله، وأول ما يرجع هيتابع القضية. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتحبس المتهمة احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في حين. توقيعك بعد إذنك يا ملك. كريمة حسن محمد. إيمان أبو ضيف. عواطف علي. زينب محمد. حسنات محمد. اسمك كريمة يا هايدي؟ ما اسميش كريمة، أنا اسمي هايدي. أنا بقى محصوبتك الونش، جاية في إيه يا هايدي؟ أنا جاية في العربية الزرقاء الكبيرة دي اللي جابتنا كلنا. نعم يا روح أمك، ما أنا عارفة إن أنت جاية في العربية دي. تهمتك إيه؟ هببتي إيه؟ شبت مستجدة ولا إيه؟ لا والله أنا مش مستجدة، أنا ما عملتش حاجة، أنا مظلومة. ما كلنا مظالم يا أختي. فكرتي أنت وهي. افندم وانت امير الانجليزي بتاعك كويس ولا تعليم مجاني زينا كده؟ لا الانجليزي بتاعنا باهي برشه. ايه باهي برشه؟
انا هتبقى مشكلتي معاك في العربي على فكره. بقول لك ايه يا امير، المشوار اللي احنا رايحينه ده كله قلق، فعايزين شغل نضيف، حاجات انيسه يا بيت دي. ها انا الشيخ جاسم شكر لي فيك فما تصغرهوش. اوكي مشيت معاك. ايه مشيت معاك. نهار اسود ومنيل. تعالى يا امير. يا رب يا ساتر. سلام عليكم. انت هتفضل باصص لي كده ولا ايه؟ ما تشوف لنا مستر اندرو فين؟ وريز مستر اندرو. لا يا شيخ ما فهمتش انا. تعالى. صباح الفل. قول له صباح الفل. جود ايفنينج مستر اندرو. جود ايفنينج سير. قول له ابراهيم كبداكي، يعني زي كنتاكي كده عندهم. شاب مصري جدع. هيز نيم ابراهيم كبداكي، سيم لايك مستر كنتاكي. ايجيبشن جود مان. هاو كان اي هيلب يو؟ شنو تحب منه؟ تصدق انا فاهم الانجليزي بتاعه اكتر من التركي بتاعك ده. بقول لك ايه؟ قول له ان هو اللي عاوزنا وانه كمان هيطلع بمصلحه عسل. We come to help you and we have something for you. For me? خلاص فهمتها فهمتها. قول له كمان مش انت مروان ابو عرب لمؤاخذه علم عليك في الماظه وطلع منك 1.5 مليون يورو؟ مروان ابو عرب cheated you and took from you 1.5 مليون يورو. That's correct. How did you know? قول له ان كبداك يعرف الكفته لمؤاخذه. الكفته؟ يا امير الكفته يا امير في ايه؟ قول له ان كبداك يعرف الكفته وانه راجل وجدع و100 100. He knows everything. خلاص كده؟ نعم. قول له كمان ان انا هرجع له فلوسه كلها. You will return all your money. How? فهمت. بس قول له ان انا مش هرجع له فلوسه لله وللوطن، واكد على لله وللوطن دي. It's not free. انت بتخنصر في الترجمه ولا ايه؟ ها؟ في ايه؟ هي كده الجمله؟ نعم. I can pay him percentage. يعطيك نسبه. لا قول له ان انا مش عاوز فلوس. He doesn't want money. وانه هياخد كل فلوسه متأستكين. متأستكين؟ ابعت اجيب مترجم بيني وبينك يترجم لنا ولا اعمل ايه في الليله السوداء دي؟ ترجم. We will return all your money. So what he want for that? شنو تحب منه؟ قول له مقابل خدمه هبقول له عليها بعدين. He need a service from you. ومش هقول له عليها دلوقتي، بعدين. He will tell you about it later. No problem, but the service must be legal. تكون قانونيه. لا قانونيه لا. بص بقى في دي وانت بتترجم له، ها برق له برق له كده وقول له ان كبداكي مالوش في الشمال وانه راجل زي البرلانت. برلانت؟ يلا يا امير يلا يلا. الو سندس بتسلم عليك كتير، بتقول لي جمالات وحشاني، عاوزاك تعملي بيض لسعد. حبيبتي يا سندس وحشتني قوي. هايدي ان شاء الله كلها كم يوم وهتبقي معانا. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. علاء هو اللي سهل لنا امر الزياره دي، هو اللي عمل الاجراءات وقام بكل حاجه. ايه صح، ساعدنا كتير. بعدين يا راجل ما تحسش انه ظابط خالص، تحس انه دكتور، ودكتور سنان كمان. نادر اتصل بيا وقال لي ان عنده محامي اسمه هاني هيبعتهولك يحضر القضيه ويحضر التحقيقات، وهيفضل كده بالتليفون ويبلغه لحد ما يجي. انا خلاص يا بابي مش قادره اصدق حد، انا تعبت من البهدله دي وعايز اخرج باي شكل. عايز اقول لك حاجه، كوريا كلمتني بالتليفون وقالت اخالي الغربه قرصاني، بس انا مستحمله كل ده عشان خاطر هيدا هانم. ربنا يجعل الحل على يدها ان شاء الله. وحشتني المجنونه، بتحبك كتير. وانا كمان بحبها. يا رب بقى كده ترجع بالسلامه ونخلص من القرف ده. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقولهولي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني. طب ما انا اقول لك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم، مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات. اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحه كده انا مش طايقاه وخايفه منهم. وبعدين ايه لازمته البودي جاردات؟ ما احنا ماشيين اهو في الشارع وزي الفل، مفيش اي حاجه. يعني ايه مفيش حاجه يا نجوان؟ احنا وضعنا دلوقتي مش زي الاول، احنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البودي جاردات دول ايمج، وانا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الايمج ده. مشروع ايه؟ يعني معقول يا باشا تشيلوا بنفسكوا وكبداكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداك، انت عرفت منين يا دي ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداك. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب. اللي طيب. انت عاوزه. طيب طيب خلاص 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 هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟
هقول لك شغالك معايا سواق بجد؟ يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. دمي يا. يلا بينا. اوعى وسع يا نادر، انت عارف انا قد ايه بحترمك وبقدرك، بس انا بقى يا اخي في حاجه محيراني جدا، ازاي انت متخيل ان واحده زي كوريا دي تعرف تضحك على واحد زي مروان؟ اسمع يا عماد، انا عارف ان كوريا فيها مليون عيب، لكن فيها ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لو دخل حسابها 50 مليون دولار مش هتفكر لحظه واحده انها تسرق مليم منه. يا حبيبي ما هم عمرهم ما يخشوا حسابها بطريقتها واسلوبها دول. عماد، كوريا بالنسبه لي جزء مهم من الخطه، بس مش هي كل حاجه. اسمع، خليك انت بس معاهم وانا هفضل معاكم من بعيد لبعيد، ونحاول يا عماد نفضل مسيطرين على الموقف. يس. Egyptian.